في الحياة كاينين جوج ديال أنواع العائلات، كاينة العائلة اللي كنتزادوا فيها وكاينة العائلة اللي كنختاروها. الناس اللي غيب الصداقة كنوليو نعتبرهم بحال خواتاتنا ولا خوتنا. الفيلم ديال اليوم غادي يهضر على هاد جوج ديال الأنواع ديال العائلات، وخصوصا هاديك اللي كنختاروا لراسنا. الفيلم ديال اليوم هو بيع الموت، Death for Sale، فيلم ديال 2011 من إخراج فوزي بن سعيدي. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست. هذا الفيلم ما منصوحش به الجمهور قل من 16 عام. كيف ما العادة هذا التحليل غادي يدخل في التفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القصة. إذن إلا ما تفرجتوش سيروا تفرجوا، عاد رجعوا لهنايا. الفيلم كيعاود القصة ديال ثلاثة ديال الأصدقاء، مليك، سفيان وعلال، شباب مغاربة الدنيا ما عاطيهم والو، مشومرين في مدينة تطوان، عايشين بالبريكول والشفرة. مستقبل ديالهم مضبب بحال الجو ديال المدينة. وخا الفيلم كيبدا بالخروج ديال علال من الحبس، راه دغيا كنفهموا ان هاد الثلاثة ديال الدراري محبوسين في حبس واحد اخر اللي هو المدينة، محبوسين ما بين الجبل والبحر. بيع الموت هو فيلم نوار، فيلم اللي المدينة كتلعب فيه واحد الدور مهم، اللي الزناقي والعمارات واقفين بحال الممثلين الرئيسيين، حاطين تقل ديالهم على هاد الثلاثة ديال الشخصيات. القصة هي قصة ديال الصداقة، صحاب الصغر، وكيفاش الوقت كيبدل، كيفاش اللقاءات اللي كنديرو كيأثروا على التصرفات ديالنا. مالك اللي مازال حزين على موت ديال باه ورافض الحضور ديال راجل مو، عايش مع دارهم، وكل صباح فاش كيتحط الفطور شوفة ديال الكرواسة كتفكروا في باه اللي كان خباز، وفي راجل مو اللي باغي ياخد بلاستو. إلا كانت مو تقبلات التغيير فهو باقي وحلالي. كتلعت الكرواسة الصباح مزيانة؟ بيهاش. النقطة الوحيدة ديال التفاؤل في الحياة ديال مالك هي دنيا. دنيا هي بائعة هوا دو لوكس، إنسانة اللي الظروف ديالها دفعتها باش تشوف غي مصلحتها وتتبع الفلوس. مالك ما كيحكمش عليها لحقاش كيبغيها ديال بصح، واخا ما عندوش الإمكانيات ديال الحب ديالها. كيف ما قلنا في الأول، هاد ثلاثة ديال الدراري محبوسين والمستقبل ديالهم مظلم، حتى الحب ما عندهمش فيه الحق. علال هو الكبير في صحابه، هو اللي ضارب الحبس، هو اللي فيه موقيلة خدا قرار لا رجعة فيه. الصورة عنده واضحة باش يبدل حياته ويربح الفلوس والاحترام ديال المجتمع، خاصه يولي بزناس كبير. الشفرة ديال الدجاج كيف ما كيقول ما بقاتش مسلكة. شنو كتسنى؟ حياتك كلها كتشفر الكواري، ومن بعد شنو؟ صابون الطواليطات وتعاود فيه البيع في مالي؟ هذه هي حياتك، ما حسيتش البارح بالحقره في لابواط؟ علال بغى يطلع بريمير ديفيزيون. لا بغيت تبقى تشفر الدجاج، انا طلقوا منه ولا واحد يشد الطريق. سفيان هو الصغير، ولد يتيم عايش في الخيريه، هو الدري اللي مازال كيقلب على راسه والشخصيه ديالو، والاصدقاء كيشكلوا العائله الوحيده ديالو. غادي نعيشوا معاه كيفاش غادي يولي متطرف ديني، وكيفاش بسهوله غادي يغسلوا ليه دماغه باش يبدا يكره الناس اللي مختلفين عليه ويبغي الاذى للناس اللي ماشي مسلمين. بين قوسين في هذا الفيلم كيف ما كانوا التصرفات ديال الشخصيات، يعني داكشي اللي غير اخلاقي ولا غير قانوني، فصعيب علينا حنا اللي كنتفرجوا فيهم اننا نحكموا عليهم ولا نلوموهم. لحقاش هذا الفيلم كيعطي واحد الصوره شامله وكبيره كنشوفوا فيها الظروف والحقيقه ديال الحياه التعيسه اللي كتبرر لنا شويه هاد التصرفات. فاش كنشوفوا الحقيقه ديال الحياه ديال هاد الشخصيات مقارنه مع التصرفات ديالهم، راه بعض المرات كنتعاطفوا معاهم كاع. الفيلم كيبدا بفرحه ديال اللقاء ما بين سفيان مالك وعلال اللي يلاه خرج من الحبس، ولكن كيسالي بالتشتات ديالهم والنهايه ديال الصداقه ديالهم. الفيلم كامل وفوزي بن سعيدي كيزيد المقادير بشويه بشويه، وكل ما الفيلم كيزيد كل ما كيزيد حتى هو في المواقف اللي كيضغطوا على الشخصيات باش يوصلوا لنقطه لا عوده.
إلا كان مالك كيبغي دنيا فعلال كيبغي الدنيا، وسفيان طامع في مورا ما تفنى هاد الدنيا. البروجي اللي غادي يجمع الأهداف ديالهم بثلاثة، واللي هو الخيط الهشيش اللي غادي يخلي الصحبة ديالهم باقا شادة، هي الشفرة ديال واحد المحل ديال الذهب شادو واحد نصراني. علال بغي الفلوس باش يبدأ التبزنيس في الحشيش، مالك الفلوس باش يقدر يبغي دنيا، وسفيان اللي كيهمو هو يقتل النصراني باش ينتقم للإسلام. هادشي على حسب التفكير ديالو المتطرف طبعا. الفيلم نواغ واحد من الكودس ديالو هو البوليس والدور اللي كيلعبو في الاضطهاد ديال الناس. البوليس كيكونوا بحال الجو ديال الفيلم فاسدين ومرشيين. في هذا الفيلم فوزي بن سعيدي كيلعب الدور ديال الانسبكتور الدباز، شخصية اللي كتستغل نقطة الضعف ديال مالك باش يرجعو شكام، كيستغل الرغبة ديالو في الانتقام باش يقضي به غارات. الصراحة الفيلم تقيل من ناحية ديال الواقعية ديالو، كيحطنا أمام عينة ديال المشاكل اللي كيعيشوها لي جون ديال المغرب، ما بين المجتمع اللي كيحطهم في الهامش وكيقول عليهم راهم ما صالحين لوالو، والظروف الاقتصادية اللي كتدفعهم لارتكاب الجرائم، الشيء اللي كيخليهم أهداف سهلة اللي بغي يستغل الضعف ديالهم، كانوا بوليس ولا متطرفين ولا بزناسة. الموت كتدور عليهم بحال دوك الطيور اللي كياكلوا الجيفة، الفولتشرز كيتسناوهم غير يتعكلوا باش يساليوا معاهم. من ناحية ديال التصوير، بيع الموت هو بالنسبة لي تحفة. الخدمة ديال الكادراج فيه كتخلي كل لقطة تبان بحال لوحة فنية، فيها واحد التوازن وواحد التناغم وواحد الانسجام. شحال من مرة درت بوز في الفيلم غير باش نتأمل كتر في الكادراج، ولكن الصورة ما لعباش غير دور جمالي، ولكن عطات قيمة مضافة للقصة. كيف ما قلنا شخصيات كلها محبوسة في المدينة، داكشي علاش فوزي بن سعيدي غادي يزيد يحبسها في كادرات وسط الكادر. إلا كان الحدود ديال الصورة هي الحجم ديال الشاشة، فهو كيزيد يزير الشخصيات في كادرات ديال الديكور، بحال مثلا الشراجم، البالكونات، التقابي في الحيط، الشي اللي كيزيد البريشر على الشخصيات وكيخلينا احنا كمتفرجين نفهموا انهم ما عندهمش المساحة فين يتحركوا. في واحد اللقطة فاش كيكون مالك علال وسفيان كيتذاكروا مورا ما تحقروا في لابوات، فوزي بن سعيدي كيحطهم ورا القطبان بحال ديال الحبس. حاجة اخرى اللي جاني فوزي بن سعيدي نجح فيها في الفيلم هي البلوكينج. هاد الكلمة كتعني التموضع ديال الممثلين والحركة ديالهم قدام الكاميرا. في هاد الفيلم كنحسوا بلا جميع اللقطات تخدموا مزيان وتريبيتاو، لأن التحرك ديال الشخصيات جاي بحال الكوريغرافي ديال شي بالي. ناخدو مثلا اللقطة الأولى ديال الفيلم وكيفاش فوزي بن سعيدي كيفسر لينا بزاف ديال الحوايج غير بالتحرك ديال الممثلين وديال الكاميرا. اللقطة هي ديال مالك وسفيان كيتسناو الخروج ديال علال من الحبس، كنشوفو مالك هو الاول، عاد كنكتشفو سفيان حداه. هنا نقدروا نفهمو ان مالك الدور ديالو في القصة اهم، كيدوز راجل كبير قدام الكاميرا. بالنسبة لي انا صحابني شي فيغورون، يعني شخص اللي كيلعب الدور ديال الحركة في الفيلم غير باش يزيد في الواقعية ديال المشهد، بحال فاش كتصور مثلا زنقة راه ما يمكنش تكون هذيك الزنقة خاوية، خاص يكون فيها الغادي والجاي، يعني شوية ديال الرواج باش تكون مقنعة. ولكن كنتفاجئوا فاش الكاميرا كتدخل هذا الراجل الكبير في الكادر، هنا الموازين كتقلب، لحقاش الراجل الكبير قريب للكاميرا، مالك وسفيان كيصغاروا وراه، والحجم ديالو هو كيولي كبر وكيكون دومينو. فاش كيدور وجهه باش يشوف فيهم راهم كيحضروا عينيهم، إذن هاد الشخص راه ماشي أي شخص، هذا راه مهم في هاد اللقطة. وفعلا فاش علال كيخرج من الحبس راه الراجل الكبير هو اللي كيمشي يعنقو الأول، ديك الساعة كنفهموا بلا غالبا غادي يكون باه ولا شخص اللي لعب الدور ديال الأب ديالو. الدراري صحابو كيجيو يهزو عليه السيكان ديالو وكيتوخروا اللور وكيرجعوا في البوزيشن ديال السبميشن. هنا فين اللقطة كتولي انتريستينغ،
علال التعنيقه ديالو لباه كتبان ناقصه ودغيا كيتبلاصه في الوسط ديال المسافه بين باه وبين صحابو، بحال الا راه كيدير شي اختيار في دماغه واش يمشي عند العائله اللي تزاد فيها ولا العائله اللي اختارها. هاد النوع ديال الميزانسين كتخليك تعاود القصه بلا ما تدخل في داك الشيء ديال السيد خارج من الحبس وكيغوت اوبا وابا غير باش نفهمو بالباه. فاش تشوفوا شي لقطه راه الحجم ديال الشخصيات مقارنه مع بعضياتها كيعطينا واحد اللينك، واحد راس الخيط على العلاقه اللي بيناتهم. وهذا النوع ديال اللقطات كاينين بزاف في الفيلم، وكل وحده كتحاول تخلينا نستعملوا التحليل ديالنا للصوره باش نفهموا القصه اللي ما كتعاودش في الحوارات. باش نرجعوا للقصه ديال الفيغوران ولا الاكستراز ولا سيلواتس اللي هما كاملين ممثلين غير رئيسيين في الفيلم وما كيكونوش عندهم واحد الحوار وكيتستعملوا في التنشيط ديال اللقطات ديال الفيلم، خصوصا هذوك اللقطات اللي كما قلنا كيكونوا في اماكن اللي نورمالمون كيكون فيهم الناس. هذه النقطه تقدر تبان ثانويه فاش كنسمعوا الدور ديالهم، ولكن هي في الحقيقه من اهم الاشياء اللي كيزيد واقعيه في الفيلم. ما يمكنش المخرج يجمع لي فيغورون ويقول لهم غير تحركوا وسط اللقطه وهو من جهته ينتظر ان الحركه ديالهم غادي تكون طبيعيه. خاص كل واحد يكون عنده قصه في دماغه وعارف راسه فين غادي ومنين جاي. ناخذ مثلا اللقطه ديال المحطه اللي فيها مالك ودنيا غادي يشدوا الكار باش يمشيوا لمراكش. المحطه الطرقيه راها كتبان بالحيوط ديالها والقيشيات والدروج، يعني الديكور، ولكن الحاجه اللي تقدر تزيد تبين لينا انها محطه طرقيه هو السحام ديالها والغوات وخليط ديال المسافرين اللي يلاه وصلوا واللي يلاه غادي يشدوا الطريق. وفي هذا الفيلم كنشوفوا ان التحرك ديال هذه الكتله الانسانيه مضبوطه ومدروسه باش تزيد واقعيه في القصه. هذا الاتنشن تو ديتيلز هو واحد من الاشياء اللي عجبني اكثر في هذا الفيلم. فاش تفرجوا الفيلم وتساليوا عاودوا شوفوا هذه اللقطات وحاولوا تركزوا على الممثلين الثانويين وحاولوا تخيلوا شنو هما القصه ديالهم وسط هذا الفيلم باش غادي تشوفوا نيت العمل اللي كيقوم به المخرج في هذه اللقطات. بيع الموت هو فيلم اللي يجمع فيه القصة والطريقة ديال المعاودة ديالها. الفيلم ماشي مثالي بالنسبة لي، كاين لقطات اللي جاوني زايدين ولا بعض المرات طوال، ولكن ماشي أنا هو اللي مكلف بالمونتاج. وبعض المرات فاش كتشوف فيلم خاصنا نتقبلوا النظرة ديال المخرج والأفكار ديالو كباكيج. هذاك التطوال في بعض اللقطات راه تيكون بعض المرات مقصود باش يعيشنا اكثر التوتر ديال الشخصيات اللي تا هما حياتهم معلقه ما بين ميتين وحيين في نفس الوقت. ولكن ماشي لحقاش الفيلم هو فيلم نوار يعني ما فيهش بصيص ديال الضحك، بالعكس فوزي بن سعيدي كيجيني من المحبين ديال واحد النوع ديال الهيومر اللي كيتسمى البورليسك، اللي كيكون غير واقعي ومعيق، بحال اللقطه ديال البوليس اللي هازين السلاح وطالعين هابطين في الدروج ديال الموبل بحال في شي فيلم ديال شارلي شابلين باش في الاخر يكتشفوا بان السنسور خاوي. طريقة باش الانسبكتور دباس كيصرفق واحد السيد حتى هي عندها واحد الكوتي بيغليسك. وزيد وزيد الهيومور هو زوين ونقدروا نقولوا حتى شويه بويريك، كيترجم التصور ديال المخرج ما بين الواقع والفانتسي. باش نرجعوا للفيلم، القصه ديالو اللي هي اجتماعيه وكتهضر على موضوع صعيب اللي هو الصداقه، الثقه والغدر، كتخلينا نكونوا امام صوره شويه مأساويه ولا متشائمه ديال العلاقه ما بين البشر. ولكن جاتني ما كتلومش الناس على هذا التصرف، ولكن كتحطو كتطور طبيعي في الحياه ديالنا. الا جينا نشوفو كل ما كنكبروا ونزيدوا في العمر كل ما صعيب الصحاب اللي كانوا عندنا في الصغر يبقاو قراب لينا. ماشي لحقاش حنا خايبين ولا هما ما مزيانينش، لا، ولكن لحقاش النظره ديالنا ديال الحياه كتتبدل. الرغبات ديالنا وخصوصا الاوبجيكتيفز ديالنا ما كيبقاوش بحال. شحال من مره كنتجمعوا مع الاصدقاء قدام والحوار الوحيد اللي كنقدروا نشدوا به المذاكره هو الذكريات، بحال الى الماضي ولا هو القاسم المشترك الوحيد اللي بيناتنا. اما الحاضر والمستقبل فكنكونوا بعاد بزاف في وجهه النظر. لحقاش عارف بلا ترو كوميونيتي هي اللي كتكمل الفيديوهات حتى الاخر. كنبغي نشكركم بزاف على المسانده ديالكم، ونشكر ايضا الباتريونز على المسانده ديالهم لهذا المحتوى.
وحتى نتوما الا بغيتو توليو باتريونز ديال هاد القناه راه غادي نخلي لكم الرابط في الديسكريبشن. شكرا لتتبع ديالكم من هاد الحلقه ديال سوليما بودكاست. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو في ريوسكم.